يا حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى حلقه النهارده احنا هنعمل اكلات حلوه قوي وصحيه وتنفع جدا في اللانش بوكس، ولكن احنا النهارده هنعمل وصفات لمرضى حساسيه الجلوتين. طبعا هي اي حد ياكلها، ولكن ليه النهارده ليه مرضى حساسيه الجلوتين؟ او طبعا هي بتطلب مننا كتير. وبالمره عايز اقول لكم انا بحضر للحلقه دي، انا درست تغذيه من سنين كتير، فبجدد بقى معلوماتي، فانا بجهز للحلقه دي بعدين مع كل حاجه عماله اذاكرها واقراها اقول ايه ده، دي موجوده عند بنتي، ايه ده. وبعدين بنروح لدكاتره كتير محدش عارف السبب ايه، مفيش حد قال لنا مثلا ان هي يا جماعه دي ممكن تكون عندها حساسيه من الجلوتين. طب ايه هو اساسا الجلوتين، ويعني ايه يبقى عندي حساسيه من الجلوتين؟ الجلوتين ده هو البروتين اللي موجود في القمح والشعير وكذا حاجه تانية، وطبعا الحاجات اللي بتتحضر من القمح والشعير. طيب ايه هو بقى، يعني ايه عندي حساسيه من الجلوتين؟ يعني جسمي مش قادر لا يهضم ولا يتقبل البروتين ده، البروتين اللي هو موجود في اللي هو البروتين الجلوتين اللي موجود في الدقيق زي ما قلنا والشعير. فنبدأ بقى نحس بأعراض احنا مش عارفين ايه هي خالص. طب زي ايه يا فيفا؟ يعني انا ممكن اهو ما انا باكل بس حاسه بكام حاجه وعادي، بس على فكره هي متفاوته، في ناس تبقى حالتها قويه جدا جدا اللي هو لا لو اخدوا اي حاجه فيها تنتوفه من الدقيق او القمح والشعير لا هم بعد الشر بيحتاجوا ان هم يتنقلوا المستشفى، ولكن في ناس تبقى عندها عدم قدره تحمل، فبيبدا يظهر الاعراض اللي انا هقولها لكم دي. زي مثلا صداع بشكل منتظم ما تبقوش عارفين السبب، يعني تكشفوا نظر ما فيش مثلا اي امراض تؤدي الى صداع، فيش جيوب انفيه، ما فيش صداع بشكل منتظم. كمان وهنحس طول الوقت ان احنا تعبانين مرهقين، ده كمان من اسباب بتبقى حساسيه الجلوتين. معدتنا على طول تعبانه، احنا معدتنا وجعانه، احنا عندنا انتفاخ طول الوقت، احنا عندنا الام في البطن طول الوقت، احنا مش مظبوطين. هتقولي لي طب ما ده يعني احنا عندنا، لا ما هو اللي اكتشفته ان احنا ممكن يكون عندنا كلنا حساسيه من الجلوتين، ولكن بصور وزي ما قلت لكم درجات متفاوته. في ناس بيجي لها اسهال او امساك، عايز اقول 50% من اعراض حساسيه الجلوتين اسهال، وطبعا مع التكرار ان احنا بناكل حاجات فيها جلوتين ومبقاش عارفين ان احنا عندنا حساسيه من الجلوتين فيظهر عندنا فقر الدم. ما هو ده بسبب ايه؟ ان ما بقاش في عندنا حديد في جسمنا. عايز اقول لكم ان كمان من الاعراض الشائعه جدا 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 هو الام المفاصل والعظام اللي هي ملهاش سبب. لو انا نصحى من النوم ده انا كوعي وجعني قوي النهارده، ده انا ركبي وجعاني، ده انا مفاصلي وجعاني، ده انا مش قادره اتحرك. هتقولي طب مش دي كمان اعراض فيتامين دي، نقص فيتامين دي؟ بس التركيبه اللي انا بقولها لكم دي كلها على بعضها دي بتبقى حساسيه من الجلوتين. هقولها لكم تاني ورا بعض عشان تبقوا واخدين بالكم. انتفاخ البطن، تمام، الامساك او الاسهال بصوره مفرطه كل ما ناكل، خلاص. طيب صداع بشكل منتظم زي ما قلت لكم، التعب حاسه انا على طول تعبانه. طيب ده بسبب ايه؟ نقص الحديد، ففي فقر دم فبيؤدي الى تعب، مبقاش قادر اتحرك. توتر والقلب، قلق تحس انت على طول متوترين مش عارفين تناموا، عندكم قلق بشكل مفرط. عندكم كمان لو بعد شر اكتئاب. طب ليه اكتئاب؟ بسبب يا جماعه زياده البكتيريا الضاره في جسمنا والنفعه بتقل بسبب برضو الجلوتين. الام المفاصل والعضلات زي ما اتكلمت عنها. طيب دي يعني احنا بقى نبطل ناكل كل حاجه؟ لا مش هنبطل ناكل كل حاجه، الجلوتين ده موجود في القمح زي ما قلنا والشعير، اذا بقى كل حاجه على الاقل نقلل خلاص من الحاجات اللي هي فيها البروتين الجلوتين اللي موجود في القمح والشعير، وموجوده زي ما قلت لكم بقى في الحاجات بقى اللي هي مصنعه منها. طيب لكن مش همنع كل حاجه، انا عندي الخضروات زي الفل، البطاطس،
عندي بقى، مش انا بقول دقيق وقمح صح؟ قمح، ما هو قمح انا بصلع منه دقيق، طب انا هستخدم دقيق ايه؟ عندك دقيق البطاطس، دقيق البطاطا، دقيق الذره، دقيق الرز، دي كلها حاجات خاليه من الجلوتين اقدر استخدمها، مفيهاش اي حاجه، كل البقوليات. علشان كده احيانا بنعمل عيش من ايه؟ من العدس. فدي كلها حاجات، دي الذره، دي كلها حاجات خاليه من الجلوتين. اذا في بدايل. شوفان، بعض الشوفان ممكن يكون فيه نسبه ضئيله من الجلوتين، فلو انت عندك حساسيه قويه من الجلوتين لازم تتاكدوا ان الشوفان ده مكتوب عليه خالي من الجلوتين. خلاص، خضار، بقوليات، كل الالبان ومشتقاتها دي معانا مفيش اي مشكله، كلها اللحوم والدواجن بس اللي هي بحالتها الطبيعيه، كل دي معانا مفيش مشكله. اذا اللي هنخلي بالنا منه المصنع من القمح اللي هو الدقيق، مكرونه مثلا، عيش، الحاجات بقى دي ناخد بالنا منها، غير كده احنا زي الفل. متفقين؟ متفقين. النهارده بقى هشتغل بالبدايل دي، يعني مش هدخل في الحلقه بتاعتي اي حاجه فيها الجلوتين، يبقى لا هدخل قمح ولا حاجات من الدقيق ولا كمان هعمل اي حاجه من الحاجات مصنعات من الدقيق. يعني مثلا بيتزا، كلنا بنحب البيتزا، البيتزا دي معموله من ايه؟ يا اما دقيق يا اما الدقيق الاسمر، وكلاهما طبعا جلوتين، يا اما الشوفان ممكن يكون فيه نسبه. خلاص، طيب النهارده بقى هعملها من حاجه بعيده خالص، اعملها من بطاطس، تحفه، تعجبكم، سهلة سريعة، احنا نقدر ناكل منها واي حد تعبان يقدر ياكل منها، صحية جدا، مفيش فيها اي، عايز اقول لكم مجرد ما هتحطوا كده الصوص البيتزا وتحطوا مشتملاتها هتحبوها قوي. تعالوا نشوف انا اعملها ازاي، يلا بينا. اول حاجة عندي هنا ايه يا جماعة؟ عندي البطاطس سلقتها نص سلقة بقشرها اهي، خلاص. طيب وبعدين عندي بقى صلصة بيتزا، عبارة عن ايه؟ كاتشب وصلصة، زيت زيتون، زعتر، ملح وفلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة. طيب عندي هنا بقى الحشوة، فلفل الوان، زيتون اخضر، هوت دوج ممكن نشيله خالص، ممكن نحط طبعا جبنة موزاريلا لوحدها او جبنة موزاريلا وشيدر. خلوا بالكم الهوت دوج يندرج تحت الحاجات اللحوم المصنعة، يعني الموضوع انت عندك حساسية قوية جدا 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 فبلاها الهوت دوج او تعملوه في البيت. ليه؟ علشان احنا مش عارفين، لان قلت لكم الحاجه اللي خاليه من الجلوتين اللحوم والفراخ في حالتها الطبيعيه، المصنعه انا ما اعرفش هي فيها ايه، فاهميني؟ طيب تاني، انا عندي هنا بطاطس وسط سليمه انا سلقاها بقشرها، شويه صلصه بيتزا، كاتشب، مايونيز، وكمان هحط زعتر، ملح وفلفل اسود، ثوم بودره، بصل بودره، فلفل الوان بقى هحشيها، زيتون اخضر، هوت دوج طبعا اختيار زي ما قلت لكم، جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر. تمام تمام، ده كلام حلو قوي. بصوا بقى البساطه، انا سلقتها بس كل اللي انا كسبت وقت ان انا سلقتها، خلي بالك لازم تبقى مسلوقه علشان انا هحط على طول عليها الصوص وهدخلها تاخد لون بس الجبنه اللي تسيح، فلازم تكون مستويه. اوي بقى تكوني ايه، او تدخلي البطاطس الاول تتشوي لو مش عايزه تسلقيها وبعدين تعملي اللي احنا هنعمله، قدامك ايه الاختيارين دول. طيب عندي هنا بقى البطاطسايه الحلوه دي، تعالوا نجيب واحده حلوه كده اهي، اجيب بقى السكينه بتاعتي، طبعا في اللانش بوكس خطيره نفطر بيها، صحيه جدا، الناس بتعمل دايت كمان اهي، اوكي اهي بعملها شرايح. يلا اللي بعدها، بالطول هي كلها محصله بعضها طول او ايه او عرض اهي، تمام. لو مش قاعده اديها حته كده علشان ايه تقعد براحتها اهي. يا مدام لوريس، ايوه ازيك يا بيبا، ازيك يا حبيبه بيبا، ازاي صحتك وعامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟
نشكر ربنا الحمد لله. على فكرة أنا عملت الكروكيت وطلع جميل جميل جميل. حياتي تسلم إيديكي. تحفة تحفة، تسلم إيدك أنت حبيبتي. أنت اللي جميلة يا حبيبتي وتسلم إيدك. أنت دايما كده حبيبتي مبهجة وجميلة ومنورة كده الشاشة. ربنا يخليكي. ومنورة ومنورة بيتك يا رب كده وخلي لك ولادك حبيبتي. يا روحي أنت ربنا يخليكي. إدينا بقى. حبيت أتصل عشان أشكرك عليها. يا روح قلبي والله ده أنا اللي بشكرك على إن أنت مهتمة قد إيه تفرحيني بالتجربة. انت بتفرحينا دايما يا بيبا. ربنا يخليكوا ليا. الالوان الجميله دي بتاعت شم النسيم وايه ايه ايه يعني. يا روحي ربنا يخليكي والله. دايما ربنا يفرحك ويديكي ويخليكي حبيبتي. شكرا. وسلمي لي على الكاست كله. يوصل استني بقى، احنا عايزين تدينا بقى كلمه حلوه كده. مش هقول لك الولاد اللي داخلين المدرسة، هقول لك للأمهات اللي مقبلين على عند راسي. قولي لنا كلمة. هقول لك كلمة. هو أنت عشان أنت عارفة إن أنا كنت مديرة مدرسة فعشان كده عشان كده بحب على طول. تعالي لي يا مربية الأجيال. اتفضلي قولي لي. بصي هقول لك. إحنا ما نعانيش أولادنا، يعني أولادنا لو كان الطفل عنيد هيبقى الأم عنيدة. لو الابن عصبي هيبقى العصبيه من الاب او الام. على فكره يعني الطفل ما بيطلعش عصبي من نفسه، لا هو بيكتسب العصبيه دي من الاب ومن الام. فلازم الام تطول بالها وما تحاولش انها تدي بانش على طول، يعني تحاول ان هي ما تديش عقاب، تستنى تصبر عليه شويه، تتحمل شويه. انا عارفه ان الام العامله الموظفه بالذات بترجع تعبانه وخلقها ضيق وخلاص هي بترجع تعبانه على اخرها، فلما يجي الطفل يكلمها بقى كلمه او اثنين ما بتطيقهوش اساس. فعشان خاطري كل واحده تاخد ريست شويه لنفسها وبعد كده تبتدي تكمل اليوم مع الطفل بتاعها. تحاول تطمن شويه الحاجات اللي هو بيعملها غلط، تروح مديره وشها عنه شويه. بعد كده لو كررها ابتدي ان انا ادي بانش، لكن انا ما اديش يعني عقاب على طول من الاول من اولها يعني. لا طنشيه شويه وامشي معايا وطولي بالك وادي صبر لنفسك، انت هتبقي مستريحه وهو هيبقى مستريح. فدي معلش نصيحه كده للابهات والامهات، اوعي تقولي ابنك عصبي هيقول لك على طول، اي دكتور نفسي هيقول لك انت العصبيه. الولد بيكذب يبقى انت بتكذبي قدامه. قالوا ايوه ازيك يا طنط وما اعرفش ايه، ماما مش موجوده. فبتبقى انت الكذابه، انت اللي بتكذبي. فلو سمحت يا جماعه الحاجات الوحشه دي نحاول ان احنا نتغاضاها ونحاول ان احنا نبقى يعني نحاول ان احنا نبقى مثاليين زي قدام ولادنا. ده حقيقي. بحس ان احنا محتاجين ان احنا نتربى ونعمل كنترول لنفسنا قبل ما نربي ولادنا. دايما بقول ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين. دي حاجه لازم كلنا ندركها، ما نرجعش بعد كده نقول هو ليه طلع كده، ما احنا دي صفاتنا دي شخصيتنا، مع ان في طبعا شويه صفات كده وخصال بتبقى مختلفه. أيوة. دي بقى يعني حسب كل شخصية، ولكن حضرتك بتتكلمي فعلا في أولويات وأساسيات. ميرسي خالص يا بيبي. أنا اللي بشكرك. اديتيني الفرصة دي حبيبتي. بالعكس يا حبيبتي أنا اللي ممنونة ليكي، بوسة ليكي بجد. دايما كده دايما سامعين صوتك يا حبيبتي، وعايزة أقول لك إن أنا بستفاد جدا 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 من كلامك ومداخلاتك ونصايحك. يعني انا بستفاد، فانا ببقى متاكده ان الامهات اللي زيي كمان بيستفادوا، حتى لو احنا عارفين المعلومه بس بنبقى عايزين حد يفكرنا بيها. عارفين كده حد ايه يسمعها لنا تاني. على فكره احنا بننسى، اللي كلنا بننسى، بننسى اللي احنا عايزين نعمله. يعني انا دايما اول دراسه اقول ايه انا عايزه اعمل جدول بقى ومش عارف ايه، افكر نفسي ما تعصبيش ما تزعقيش ما تتوتريش، انا عايزه اعمل، وبعدين بنسى. فبعمل ايه؟ عايزه اكتب ورقه كده قدامي علشان افتكر اللي انا مش عايزه اعمله، مش اللي انا عايزه اعمله الاول. فاحنا حتى لو عارفين كل المعلومات احنا بنبقى عايزين حد يفكرنا بيها. طيب تعالوا بقى نعمل اسهل صلصه بيتزا في الحياه. عندك صلصه حطي عليها كاتشب
حطي عليها شويه زيت زيتون، حطي عليها شويه زعتر، حطي عليها شويه ملح وفلفل اسود، ثوم بودره وبصل بودره. هتاخدي اسرع واسهل صلصه بيتزا تحطيها على اي حاجه. شكرا انت عملتي بيتزا. اوكي يلا بينا نحط عندنا هنا الصلصه وكمان الكاتشب. عندنا هنا بقى ثوم بودره، عندنا ايضا بصل بودره، طبعا بيتزا يعني على طول زعتر، وهنحط بقى ادي الملح، حاجه بسيطه قوي علشان البطاطس بتمتص الملح سبحان الله، او نقطه ملح كده تلاقوها بنت فيها على طول، وشويه زيت زيتون ونقلب نقلب تقليبه حلوه، ندهن بقى البطاطس بتاعتنا كلها اهي. يلا بايه؟ بالصلصه. نقول الو يا خلود. الو، عامله ايه يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ تمام الحمد لله. انا حلوه والله حبيبتي، وانا كمان يا خلود دايما ببقى مبسوطه وانا بسمع صوتك يا حبيبتي. والله يا شيف في يوم ما تتخيليش انا بحبك قد ايه. يا روح قلبي وانا بحبك صدقيني، وانا بحبك جدا. قولي لي. نعم. انت قلتي لي انت في سنه كام؟ انا تالتة اعدادي. انتي تالتة اعدادي. بصي بقى يا خلود، مش هقولك قولي نصيحة لبابا وماما، انا هقولك قولي النصيحة لنفسك وكل اللي في سنك وانتي داخلة المدرسة كده. تبقي ناوية على ايه؟ ايه اكتر حاجة بتحبي تفكري نفسك بيها؟ والله يعني بصي انا يعني دايما بقول ربنا يصبرنا. نعم؟ انا دايما بقول يعني ربنا يصبرنا كده، وان شاء الله يعني يكون سنه حلوه علينا ان شاء الله. يا حبيبتي نورتيني يا خلود. شكرا. ماشي يا روحي، باي. بصوا بقى بدهن عندي هنا البطاطس. بصوا انا مقطعه شرايح مش تخينه قوي مش رفيعه قوي، حلوه يبان فيها، يبان فيها اللي احنا هنعمله، ما ناكلش حاجه يبقى ملهاش طعم، لا يبان فيها اللي احنا عاملينه اهو. بصوا كام بطاطسايه رموا معايا ازاي، مشبعه جدا جدا اهي. طيب هحط ايه بقى؟ فلفل الوان اهو. اوكي اهو ماشي. ونحط تاني فلفل الوان، ونحط بقى زيتون، نحط ايه تاني اهو. والهوت دوج عايزه يكون عندك انت مثلا فراخ، عايزه تعمليها خضار بس ماشي براحتك خالص اهي، بس طبعا زي ما قلت لكم الهوت دوج بتاكد ممكن اعمله في البيت، ممكن احط من اللانشون اللي انا عاملاه اهو عادي جدا برضو، بس كده مش عايزه اقول لكم خطيره ازاي وهتعجبكم جدا وبسيطه، ولا من غير عجن ولا خبز ولا اي حاجه اهو. لو انتم مش مضطرين انتم تعملوها طبعا يعني بعد شر على الجميع ان يكون عنده اي حاجه، ولكن هي من باب حتى يا جماعه التغيير تبقى طعمها حلو قوي قوي. قبل كده عملت اصلا صينيه بيتزا من البطاطس وعايزه اقول لكم كانت تحفه، يعني مسكت بطاطس سلقتها ورحت فرداها وعامله عليها ايه بقى كل حاجه في قلب الصينيه، مش عايزه اقول لكم كانت خطيره، بس انا عاملاها بالطريقه دي ليه؟ عشان احنا عندنا ان شاء الله لانش بوكس كده داخل علينا في افكار ايه متغيره. طيب انا فاضل لي ايه هنا؟ فاضل لي ان انا ارش رشه الجبن اهي، وادخل على طول الفرن. ليه؟ لان انا عندي البطاطس اصلا مالها مستويه اهي، بس مش مهريه، في فرق ما بين مستويه وفرق ما بين مستويه مهريه. ادي الجبن، نحط بقى طبعا الجبن زي ما قلت لكم معانا في نظام الخالي من الجلوتين، زي ما قلت لكم اللبن ومشتقاته، اللحوم مشتقاتها، الخضروات ومشتقاتها، الخضروات ومشتقاتها، الخضروات يعني بقوليات معانا
اهي. طيب تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني تكون خرجت هي اساسا من الفرن. استنونا.